السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم 6/8/2020، السلام التام بوجود منان الإمام. أسمعوا الناس، الله يجعل فيكم بركة. ملي كتجي واحد المصيبة للناس وهي من نوع خطر اللي بتصيبك انت وتصيبني انا، وغيتكرفسك انت وتكرفسني انا وتكرفس الجميع، ملي كاين عندنا واحد الحاجة اسمها هي وقاية. هاد المصيبة إلا صابتك راه خصني نقرح، ما خصني نفرح ليك. علاش؟ لأنها صابتك مصيبة. وكذلك انت إلا صابت انا راه خصك تقرح ماشي تفرح. علاش؟ لأن صابتني مصيبة، إلا خصنا نتعامل على هاد المصيبة هادي. هاد كورونا المصيبة هاد حنا خصنا نتعاونوا عليها، ماشي خصنا نتهانوا. ما تسلم عليا ما تسلم عليك، ما تبوسني في حنكي ما نبوسك في حنكك، عطيني بالخسارة. بعد مني مترو بارك الله فيك، ومن بعد منك مترو بارك الله فيك. دير الوقاية ديالك وحنا تعاوننا، وكل من لم يبين التزم الله عطيه فضيحة. وتندعي الدرك الملكي لله، نهار يلقاوني بلاك ما فرضوا عليا 15 فرنك خلصها بروسي. وإذا زرك النهار عاود يلقاوني بلاك ما نعاود نخلص 3000 ريال بروسي، ونعاود ندوز هذاك النهار وما ندير لك ماما ويشدوني ونعاود نخلص 3000 ريال. دعيتهم والله نهار يشدوني بلاك ماما وما خلص لهم كل بروسي 3000. ودعيت الله الخير ديال البلاد، نهار يلقاني بلاك ماما وما خلص 3000 ريال بروسي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.